معنا جنى وهبة منتجة فيلم بركة العروس. هاي جنى. مرحبا ديما. عاملة ايه؟ بخير شكرا. انا سعيدة جدا كون هون الليلة. كلمينا عن احساسك بمشاركة الفيلم في المهرجان. ليك الاحساس ما راح اخفي عنك، اكيد سعيد كتير، بس نفس الوقت في هيك الرهبه تبع وقت الفيلم بيلاقي جمهوره لاول مره، فهيك مشاعر مختلطه، بس بالمطلق العام اكيد كتير سعيده لانه من بعد مشوار 5 سنين تقريبا خلاص عم يولد. كلمينا انه اشمعنى اخترتي نوعيه الافلام دي بالذات، خصوصا ان ده فيلم بيصنف من افلام المهرجانات او افلام مش اللي دايما بتجذب الجمهور. 100% رح هون عليك واقول لك انه انا بالعاده ما بحب التصنيفات، بحب اقول بختار افلام جميله، هيدا اول شيء، وتاني شيء بحب اقول انه كمان بختار افلام تهزني لإلي، يعني اذا قريتها على الورق تحرك فيي شيء وتستفزني، كتير مهم تستفزني لانه المشوار كتير صعب، واذا ما بيستفزك مشروع كتير صعب انك تكفي فيه وتعطيه كل طاقتك وشو بيستلزم. فهيدا المشروع أنا باسم بريش، هو كاتب ومخرج أنا بحبه كتير وكتير موهوب، وكنت بتابع أعماله صراحة. كلمينا عن كواليس العمل معي. ايه رح كلمك. فوقت اللي اتصل فيي وبعت لي الناس لأقرأ تعجبت كتير، لأنه لقيت كيف معقول رجل يكتب عن المرأة بشكل هالقد حساس وبشكل هالقد حميمي. فكواليس العمل مع باسم في يقلك انه نحن شركة بكل معنى الكلمة، اشتغلنا كتير مع بعض. طبعا المنتج بالعادة بحط خلينا نقول خطط تمويلية، بس مع باسم مش بس حكينا بالتمويل، كنا دايما عنا خطط حتى إبداعية، يعني نفكر بالشق الإبداعي للفيلم. هلأ طبعا مثل كل شيء بما انه هو فيلمه الرواية الطويل الأول دايما في رهبة ما هيك، وبس أحلى شيء إنه نحن منتشارك، ووضع البلد شوي كتير أثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر. تعرف لبنان قطع بكتير فترات كانت أليمة بهالكم سنة، بس يلا نحن سعيدين. شايفة إيه الصعوبات اللي بتواجه المنتجين في لبنان؟ ليك في كتير صعوبات طبعا، دايما بالأول بيجي هي قصة التمويل، يعني انت بتعرفي خاصة هيدا نوع الأفلام الخاص شوي بتجهد كتير انك تقدر تمولي، وبلبنان ما كتير في عنا مصادر تمويل لبنانية خلينا نقول، بس أكيد في كتير صعوبات، أهم أنه كيف ما تعمل تنازلات، يعني كيف أنه ما تغيري بالنص بس لحتى يصير خلينا نقول هلأ الكلمة مور سكسي أو أنه appealing أكتر، كيف أنه تحافظي على الأشياء الأساسية وما تعمل تنازلات إبداعية، هيدا أهم شيء. هلأ طبعا التحديات كانت كتير كبيرة بس ما رح نعمل دراما. طب هل عندك خطة أنك تبتدي إنتاج في مصر؟ لا صراحة ما فيش، ما فكرتش أبدا، مع أنه عندي كتير أصدقاء مخرجات ومخرجين مصريين، بلكي فكرة مستنينك. إن شاء الله. ميرسي جانا، مبسوطة أن أنت كنت معنا النهاردة. شكرا وإن شاء الله هيك الجمهور يحب الفيلم ونرجع نشوفكم. أكيد إن شاء الله. شكرا. Thank you.